اليوم عندنا مشاريع استثمارية عملاقة، كان في محافظة المثنى شركة المهندس. نعم. مشاريع العتبات المقدسة في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، اللي ربما أدت إلى أن يقل تأثير المشكلة، مشكلة التصحر. تعرف أنت اليوم أعداد النخيل ولله الحمد تصاعدت حتى وصلت في الفترة الأخيرة إلى ما يتجاوز حاجز 22 مليون نخلة. نعم. وبالتالي يعني 14 مليون نخلة هي الزيادة في أعداد النخيل منذ عام 2008 إلى عام 2024، وبالتالي هي زيادة كبيرة جدا. مشروع النخيل، الاستثمار في النخيل اليوم تحول إلى مشروع ناجح، والدليل أنه شركة المهندس في محافظة المثنى استثمرت ما يقارب المليونين دونم لزراعة أكثر من مليوني نخلة. مليوني نخلة لمشروع واحد أعداد كبيرة جدا، وبالتالي هذه المشاريع تساهم مساهمة فعالة وكبيرة في التقليل من آثار التغيرات المناخية. نعم. أولا، وأيضا تحسين المناخ، إعالة إحياء الأرض التي صارت بوار وخددت في فترة من الفترات بأن نخسرها وتتحول إلى أراضي صحراوية. أيضا لا ننسى مشروع الاستثمار في الصحراء بزراعة 4 مليون دونم. نعم. حنطة، وهي مساحة كبيرة جدا، أيضا ساهمت مساهمة كبيرة في تحويل هذا البساط الصحراوي إلى بساط أخضر، وبالتالي التقليل من هذه الآثار. القصد أن هنالك فعلا معالجات على أرض الواقع ساهمت مساهمة فعالة في التقليل من آثار التغيرات المناخية. نعم. والتقليل من آثار التصحر.